مرحبا أحبابي، كيفكن؟ إن شاء الله اليوم تكونوا بخير وعافية. اليوم بدنا نعمل منكوبة شعيرية، وصفة حلوة جدا سهلة وبسيطة وكتير لذيذة ورائعة. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله، منحط شعيرية بالطنجرة، منحط سمنة، رح خلط سمنة وزبدة مع بعض. حطيت ملعتين سمنة، كمان بحط ملعقة ملانه بهيدا الشكل زبدة، بقليهم مع بعض على الغاز. بس اخذت الشعيرية هيدا اللون الخفيف، هلا بحط مي. بسم الله، حطيت كوب ونص مي، كمان بدي احط سكر، ملعقة اثنين، حطينا ملعتين سكر. هلا بتركن يغلوا مع بعض. بس صار في مي بهيدا الشكل، شي بسيط. هلا بخفف الغاز اقل شي وبغطي الطنجرة. بتركن حوالي 7 دقايق وبطفي الغاز تحتن. بالوقت اللي حاطة فيه شعيرية على الغاز لتستوي، هلا بدي اعمل انا وياكن القشطة. عندي هون كوبين حليب بحطهم على الغاز، قبل الغليان بحط خل فوقهم. بس سخن الحليب قبل الغليان بحط فنجان صغير خل. بحركهم مع بعض ليفصل الحليب عن المي. ما تهكلوهم، الحليب ما بياخد نكهة الخل، الخل بده يتصفى مع المي. فصل الحليب عن المي، هلا بصفيهم بالمصفاي. بعد ما صفيتهم بالمصفاي هلا بحطهم لكفي انا وياكم. بحط بالطنجره كوب ونص حليب، حطينا كوب ونص حليب، كمان بحط سكر، ملعقه اثنين، ملعتين طعم سكر، وملعقة نشا. بحركهم مع بعض على الغاز ليشتد الخليط عنا. بس اشتد عنا الخليط بهيدا القوام صار، هلا بطفي الغاز. بدي احط الخليط فوق بعضه وبحركهم منيح. فينا اذا حبينا منحطهم بالخلاط. هيدي القشطة اللي عملتها انا وياكم، قشطة كتير كتير ناجحة وطيبة ولذيذة للحلويات. بعد ما خلطناهم منيح مع بعض، هلأ بدنا نكفي حطهم مع شعيرية. هيدي الشعيرية استوت عنا، لكننا جهزنا القشطة، كانت الشعيرية مستوية وجاهزة. بقسمن قسمين، بحط قسم بالأرض، كمان بحط القشطة. عن جد ريحة السمنة والمزهر عاطيين كتير كتير ريحة حلوة مع بعض. بحط الشعيرية على الوجه برشون. هلأ بعد ما
حطيت الشعيرية على الوجه بحطها بالبراد أقل شي ساعة. هيدا الحلو بعد ما حطيتها بالبراد ساعة. هلأ برش على الوجه فستق حلبي. بعد ما حطيت فستق حلبي بحط قطر لنشوف كيف طلعت مع بعض. بسم الله. واو، هيدا الشكل النهائي، شكل كتير كتير رائع. بتمنى الطريقة تكون نالت اعجابكم، وان شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي احبابي.